السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ لعلكم بخير وصحه وعافيه. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم اقرب لربنا، كل عام وانتم محققين كل الاهداف والطموحات والاحلام بتاعتكم. كل عام ان شاء الله تعالى ورمضان مبارك عليكم، ودايما يا رب الاسره كلها وانت وكل الناس في افضل حال وافضل صحه. الاسئله اللي اتكررت علينا هو احنا ازاي نقدر نتعامل في رمضان وعدد الساعات وكيفية المذاكرة إلى آخره من الأمور اللي احنا بنتسأل فيها. ده طالع معاكم إن شاء الله تعالى في حلقة طويلة سنة هنتكلم فيها إن شاء الله تعالى عن كل النقاط دي، وإزاي نقدر نتعامل مع رمضان، ورمضان بالنسبة لنا يكون شهر منتج جدا جدا جدا، ونطلع منه إن شاء الله تعالى بأكبر استفادة ممكنة، ونحقق من خلاله إن شاء الله كل اللي احنا عايزينه. دي النقاط اللي احنا هنبدأ نتكلم فيها مع بعض. فان شاء الله تعالى هنتناول مع بعض 7 نقاط هنتكلم فيهم. النقطة الاولى او 6 نقاط، النقطة الاولى هنتكلم عن العبادات في رمضان هتبقى عاملة ازاي، ازاي تتعامل مع العبادات. النقطة التانية شكل الدروس في رمضان هيكون عامل ازاي، والنقطة التالتة عدد ساعات المذاكرة في رمضان، والنقطة الرابعة ازاي اقدر اذاكر واوزن ما بين الشرح، مذاكرة الشرح نفسه واجابة التطبيقات والتدريبات، والنقطة الخامسة طبعا الاستعانة بالله، واخيرا الشعار بتاعنا اللي احنا بنقوله دايما لازم تبدأ، واعرف ان انت لازم هتقع بس لازم تكمل. ابدأ هتقع كمل، اكتب الكلام ده وتحت في هاشتاج كده بحيث ان انت تعرف الناس كلها ان انت من الناس اللي مصرة وعايزة توصل للحلم والهدف بتاعها. النقطة الاولى اللي هنتكلم عليها هي نقطة العبادات. نقطة العبادات هي نقطة خطيرة جدا 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 بالنسبة لطلبة الثانوية عامة. فطلبة بتتعامل بتقول لك ما دام انا في ثانوية عامة انا محتاج كل ثانية، فعادي مفيش مشكلة ان انا اقصر في العبادات بتاعتك. اقول لك معلش انت كده في اكبر خطأ. انت بتطلب التوفيق منين؟ بتطلب التوفيق من ربنا. انت عايز النجاح من مين؟ عايز النجاح من ربنا. فهل يعقل الذي تطلب منه النجاح هو اول من تقصر معه؟ اكيد كلام مرفوض، كلام ما ينفعش. اذا مرفوض تماما التقصير في العبادة. لازم العبادة بتاعتي تكون تامة، أصلي جميع الصلوات بتاعتي في الأوقات بتاعتها، ويكون يستحسن ويفضل وإن شاء الله تعالى تعملوا كده الالتزام بقيام الليل قدر الإمكان. مش شرط إن احنا نقيم الليل بعدد ساعات كبيرة، ولكن على الأقل بعدد ركعات قليلة. وعن شرط كمان يا شباب تجديد النية مع ربنا. خد بالك ان قيام الليل، معنى قيام الليل لا يشترط فيه الصلاة. قيام الليل هو كل عمل صالح بتعمله في الليل تقربا الى الله عز وجل. فممكن قيام الليل يكون بصلاتك، ممكن قيام الليل يكون بنيتك ان انت تذاكر عشان ربنا يكرمك وتدخل مجال معين، وكل ده ارضاء لله وعشان تساعد غيرك بعد كده. ده ممكن تكون نية. ممكن كمان قيام الليل يكون بالتسبيح في جميع أوقات الفراغ بتاعتك، قيام الليل بقراءة القرآن ما بين الفواصل اللي انت هتاخدها ما بين المذاكرة. فلا يشترط في قيام الليل ان هو يكون للصلاة فقط، دي معلومة. يبقى اول حاجة عدم التقصير في العبادة. النقطة التانية شكل الدروس في رمضان. هقولك مرفوض تماما 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 هو الجمع ما بين دروس النهار ودروس الليل. ده مرفوض في رمضان عشان في طلبة كتير هتعمله او بتعمله. طالب يروح حضرته يضيع للنهار لحد الساعة 4 العصر او الساعة 3 العصر او الساعة 5، ويروح البيت حضرته مفرهد مفرفر مش قادر يعمل حاجة، عطش والى اخره، ومستني المغرب يأذن فخلاص اليوم اتقتل منه. يخلص منه المغرب يروح طالع لحضرته مع صلاة العشاء، يبدأ يروح مكمل لدروس، يرجع للساعة 1 بالليل أو 1:30، يبدأ حضرته يدخل في السحور، يجي عليه المغرب، يجي عليه المغرب، يجي عليه آسف الفجر، خلاص على كده عايز ينام عشان يروح الدروس بتاعته تاني يوم. اليوم بتاعه اتضرب، طالب مش هيعرف يعمل أي حاجة. ولكن الصح ليك يا إما تخلي الدروس بتاعتك في النهار وده الأفضل وده الأفضل وده الأفضل، يا اما تخلي الدروس بتاعتك بالليل. بس انا بقول لك بلاش بالليل، هنخلي الدروس بتاعتنا ان شاء الله تعالى كلها بالنهار. ده احنا كمان هنبدا الدروس بتاعتنا من 8 الصبح، من 8 الصبح نبدا الدروس بتاعتنا. وخليك راجل قد المسؤوليه،
وكلمة الرجولة هنا يخص بها الطرفين سواء الأولاد أو البنات، لأن المقصود بها الخشونة في التعامل، تحمل المسؤولية. خليك متحمل للمسؤولية بتاعتك، وخد الدروس بتاعتك من 8 الصبح لحد الساعة 2 الظهر مثلا، تبدأ تروح البيت بتاعك وتبدأ تاخد الراحة بتاعتك لحد الساعة 3، وتبدأ تاخد لك ساعتين 3 كده مذاكرة قبل المغرب، وبعد كده تفطر، وبعديها كمان يا عم مش مشكلة لو عرفت تخطف شوية مذاكرة ماشي، ما عرفتش يبقى خش على صلاة العشاء، بعديها صلي لك شوية من قيام الليل، وبعدها ابدأ مذاكرة. مد المذاكرة بقى بتاعتك من بعد العشاء على طول او من بعد القيام على طول، افضل ذاكر معاك لحد الفجر وبعد الفجر، وبعد كده نام وابدأ من بعديها اليوم اللي بعديه وهكذا. كده هتلاقي بركة ربنا طرحت في اليوم، مادام انت عايز ترضي ربنا، ومادام انت عايز توصل للي انت عايز توصل ليه والحلم بتاعك. فده شكل الدروس بتاعتنا، اتفقنا ان شاء الله تعالى ان هو هيكون بالنهار، ويستحسن ان احنا نبدا 8 الصبح، وما نخافش ان شاء الله تعالى مش هنعطش ولا هنتعب ولا يحصل اي حاجه. النقطة اللي بعديها عدد ساعات المذاكرة. يمكن انت دلوقتي استشفيت من كلامي عدد ساعات المذاكرة المفروض. ان شاء الله تعالى زي ما اتفقنا هنذاكر ساعتين او ثلاثة قبل المغرب، او اربع ساعات قدر الامكان قبل المغرب على حسب انا بخلص الدروس بتاعت ازاي. بعد ما بذاكر الثلاث ساعات دول بصلي المغرب والعشاء والكلام ده، قول هبدأ المذاكرة بتاعتي الساعة 8:30 ولا الساعة 9، ويستحسن الساعة 9 مثلا لو انت هتطول شوية في قيام الليل. هتبدأ المذاكرة بتاعتك الساعة 9، تاخد من 9 ل 10 ل 11 ل 12 لوحدة، تمام كده معاك كمان لحد 2. الساعة 2:30 هتبدأ ان انت تقوم عشان تتسحر، مش هتاخد الخمس ساعات مرة واحدة، ممكن تروح فاصل ما بينهم بنص ساعة كده تعمل فيها أي حاجة، بس الشاهد في الكلام أنا عندي هنا خمس ساعات وعندي ساعتين أو ثلاث ساعات قبل المغرب، يبقى أنا قدرت أوفي 8 ساعات كاملين في المذاكرة. ويا حبذا لو اتسحرت وقمت بعد السحور رحت خبطت لي ساعتين ثلاثة تاني لحد الفجر، وبدأت إن أنا أنام بعديها عشان أبدأ أكمل اليوم بتاعي، ولو أنا بعد السحور لقيت نفسي تعبان عشان دروس الساعة 8 الصبح، مفيش مانع إن أنا أنام الساعة 3 أو الساعة 4 وأبدأ أصحى الساعة 8 الصبح. هتقولي ده أنا هذاكر أربع ساعات بس كده، هقولك ما ده اللي بيميز هنام أربع ساعات، هقولك ما ده اللي بيميز رمضان، إن عدد حتى لو بتضيع وقت فيه بس عدد ساعات النوم أنت مجبر عليه، لأن الدنيا كلها حواليك بتبقى صاحية، فعدد ساعات النوم اصلا بيكون قليل، ودي ميزه كبيره جدا 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 تدفعك ان انت تزود عدد المذاكره بتاعتك، ما تقللش عدد المذاكره بتاعتك. النقطه الرابعه بقى هي كيفيه المذاكره والتقسيم ما بين الشرح والتدريبات، وهل اقدر الم المنهج. هقول لك حته هل هقدر الم المنهج دي، اولا هقول لك دايما انت عندك وقت ان انت تذاكر بطول ما الامتحان مش بكره. دايما عندك وقت ان انت تذاكر بطول ما الامتحان مش بكرة. كلامي واضح جدا، يعني تقدر تبدأ من دلوقتي؟ اقدر ابدأ من دلوقتي، بس كن رجلا، كن مسؤولا، خليك عايز حلمك وهدفك واتعب عشانه، عشان ربنا يوفقك ويوصلك للي انت عايزه. السؤال بقى ازاي اقدر اوازن ما بين الشرح والتدريبات. بص حضرتك، اكبر خطأ هتقع فيه هي المذاكرة البحتة. الطالب اللي لسه في النظام الجديد بيجيب لي المذكرات وواحد بقى اتنين تلاتة اربعة خمسة، ويقعد يذاكر ويحفظ ويدون الكلام الفاضي اللي بيحصل ده، لا طبعا. المفروض ان انت في الفترة دي المذاكرة بتاعتك لا تتخطى 20%، 25% بالكتير، والخمسة وسبعين في المية المتبقية ولا 80% المتبقية هي تدريبات وحل، تدريبات وحل، واغلط وعيد، واغلط وعيد، واغلط وعيد، وكل ما اغلط ارفع ايدي فوق لربنا واقول يا رب ساعدني، يا رب قويني، يا رب وفقني، يا رب فهمني، يا رب علمني، ارفع ايدي ادعي ربنا، الجأ للي هينجحك، الجأ للي هيوفقك، ربنا بيده كل شيء، ربنا بيغير الاقدار بالدعاء، ادعي ربنا كتير هتلاقيه ان شاء الله تعالى يستجيب لك، هتلاقيه يحقق لك اللي انت عايزه، هتلاقيه بيوصلك ان شاء الله تعالى للي انت عايزه، فيفتح عليك بالفهم وتحل اللي بعديها، وتغلط وتدعي ربنا، وتغلط كمان وتدعي ربنا لحد ما توصل ان شاء الله تعالى للي انت عايزه. الشاهد في الكلام ان احنا عايزين 25% مذاكره عاديه تقليديه،
و75% إجابة تدريبات وحل تدريبات، لأن النظام الجديد المربط بتاعه والمفتاح بتاعه هو كثرة الحل والتدريبات. النقطة الخامسة أنا نوهت عنها خلاص، استعن بالله قبل ما تبدأ المذاكرة بتاعتك. استعن بالله بعد ما تخلص المذاكرة بتاعتك. استعن بالله أثناء المذاكرة بتاعتك. استعن بالله في كل لحظة من حياتك. قبل ما تبدأ قول يا رب أنا هبدأ، فعلمني فهمني. وانت بتذاكر كل معلومة تقف قدامك يا رب يسرها وسهلها عليا. وبعد ما تذاكر ارفع برضو ايدك لربنا قول يا رب انا بستودعك المعلومة دي، يا رب اسألك ان انت تثبتها في رأسي، يا رب اسألك ان انت تعني على تذكرها دايما. هتلاقي ربنا دايما معاك، دايما واقف جنبك ان شاء الله تعالى. بس اهم حاجة ما تنساهوش بالعبادة، عشان هو اللي في بيده كل شيء. واخيرا والنقطة الاخيرة، ما ننساش يا شباب الشعار بتاعنا دايما، واكتبوه تحت: ابدأ هتقع كمل. ابدأ الطريق بتاعك، ابدأ المذاكرة بتاعتك، هتقع كتير جدا 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 في وسط الطريق، بس انت مصر وانت هتكمل وانت هتوصل لكل الاحلام والطموحات بتاعتك. وصلت معاكم للنهاية، اطلت عليكم كتير. دايما بنقول معاكم يا رب الكون بنفيدكم هنا على القناة بأي حاجة، ولو حتى حاجة صغيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.